تطور التكنولوجي السريع ممكن انه يساعد في حل مشاكل كتير جدا، بس لما يتم استغلاله صح. وده اللي عمله ضيوفنا النهارده اللي قدروا انهم يبتكروا جهاز بيساعد في رعايه كبار السن ومتابعتهم، وسموا ابتكارهم بيهايند يو، اللي بيتكون من 3 اجهزه مختلفه بتقدر انها تتابع العمليات الحيويه في الجسم، سواء كان ضغط الدم او ضربات القلب او السكر او حتى لو في خلل في الاعصاب. بالإضافة لنظام بيتابع العوامل الخارجية والبيئة المحيطة بكبار السن علشان لو حصل حريق أو تسريب في الغاز لا قدر الله. هنعرف تفاصيل أكتر عن الابتكار المميز ده اللي فاز في مجموعة من المسابقات العلمية على مستوى مصر من نور الدين عزت ورامي محمد، خريجين إحدى مدارس المتفوقين ومبتكري جهاز بيهايند يو لرعاية كبار السن. أهلا بكم يا شباب ومنورين. أهلا بحضرتك. صباح الفل عليكم. وعايزة بقى أقول لكم إن إحنا من كام حلقة كده كنا بنتكلم عن فئة كبار السن، وعايزة أأكد على الكلام اللي أنا قلته قبل كده إن فئة كبار السن دي من أكتر الفئات اللي بشوف إنهم محتاجين اهتمام ورعاية، وإن حد يكون مركز كده معاهم وفي تفاصيلهم وأمورهم الحياتية بشكل عام. المشروع بتاعكم مهم جدا جدا، والجهاز أنا حابة أتكلم عن كل تفاصيله، لكن عندي يعني فضول كده أعرف في البداية ليه اخترتوا إنكم تقدموا الرعاية والمساندة لكبار السن بالذات؟ اتفضل يا نور. تمام. في البداية إحنا لما دخلنا مدرسة ستيم فكان المنطقة المحيطة بينا والبيئة اللي حوالينا كان معظمها مشاريع من الفئة اللي أكبر مننا سنا، كان كلها بتركز على فئات معينة أو فئات الأقصى تركيز الدولة عليها. فبدأنا إن إحنا نشوف لازم نحدد مشكلة أو نحدد فئة معينة من الناس إن إحنا نحاول نحل مشاكلهم. فبالبحث والتفكير كتير في أول سنة لينا مع دخول ستيم واول خروج لينا حتى من منطقه سكننا والذهاب الى مدرسه بعيده عننا، فبدانا برضو بالفكره دي. لما كان ساعتها اول ما دخلنا المدرسه كان وقت كورونا، فكان ساعتها تقريبا كل مستشفيات كورونا بتركز انها تنقذ الناس اللي هي اذا كان شباب او ناس صغيره في السن، وكان في حرفيا يعني كان في ناس مش مهتمه قوي بفئه الكبار دول. فاحنا بدانا نفكر ان هو عموما بعيد عن كورونا الناس دي مهدر حقها في اماكن كتير، اما الناس دي مثلا بتنسى الغاز مفتوح في بيتها فبعد كده بتنام فبتموت مخنوقه. صحيح. في ناس بيحصل لها جلطات مفاجاه، فهم بيتعرضوا لمخاطر كتير جدا، ومعظم الوقت قاعدين لوحدهم ان اولادهم اما في الشغل اما في بيتهم التانيين عايشين حياتهم. انا كنت عايزه اقول لك كده ان احيانا الاولاد بيكونوا مسافرين او في شغلهم، فهم يعني بيبقوا قاعدين في البيت مفيش اي حد معاهم، فبالتالي لازم حاجه تتابعهم. بالظبط. فدي الفكره المبدئيه اللي جات لنا ان احنا ليه ما نوفرلهمش نظام او روبوت يعني بيساعدهم معظم الوقت ان هم حاجه بترعاهم وحاجه بتخلي في نفس الوقت ولي امرهم اللي هو يكون احنا مثلا متصل بيهم وعارف يعني لو بيتعرضوا لاي مخاطر. وصلنا لنقطه مهمه جدا، الروبوت او الجهاز اللي انتوا عملتوه. عايزه اعرف بقى، هو طبعا بيتكون من 3 اجزاء زي ما قلت في الانترو، بس عايزه بقى تفاصيل اكتر عنه. اول جزء معانا هو حاجه في البيت الموجودة بتراقب البيت ده نفسه، مثلا لو في تسريب جاز، لو في مشكله في درجه حراره البيت او الرطوبه بتاعته، لو مثلا في مشكله في اختناق في البيت، في ثاني اكسيد الكربون او اول اكسيد الكربون اللي بينتج من الحرايق نتج. فهو عموما اول نظام معانا هو نظام منفصل موجود في البيت بيراقب حوالي البيت نفسها هل هي ملائمه للشخص زي ما موجود ولا لا. وتاني نظام معانا هي حاجه تبقى في ايد المريض، هي حركه جوانتي او بس شبيهه بالاذاعه السكيه، منفصل عن النظام الاولاني، بتقيس العمليات الحراريه جوه جسمه اذا كان ضربات قلب او اكسجين او درجه حراره جسم الانسان. وفي المستقبل ان شاء الله هيبقى حاجه بتقيس السكر والضغط. وتالت نظام معانا هو تطبيق موبايل. تمام. تطبيق الموبايل ده هو ده مجمع البيانات بتاعتنا، سواء كان من الهند، سواء كان من اليد اللي هتتعرض دي، او سواء كان هي موجوده اهي معانا، او سواء كان من نظام البيت. تمام. هو ده اللي بيجمع، وهو ده مركز المعالجه. مركز المعالجه ده اللي بيخليك تتصرف ومتصل ب4 جهات، بوليس واطفاء وصيدليه واقرب دكتور ليك. ده بيقيم الحاله، بيشوف هل مثلا انا راقبت نظام البيت بكل الامان اللي موجود، انا مثلا في بتبقى موجوده في الهوم سيستم ده او نظام البيت بيبقى موجود فيه كاميرا، الكاميرا دي بتشوف لو حد جه مثلا من بره فبتبدا تتعامل خلاص هودي الاشاره للبوليس. تمام. وعلى ذلك بقى الحريق بتودي الاشاره للمطافي، وده اللي بيتم معالجته على باقي ال4 اقسام التانية. تمام. وفي جزء كمان متضاف جديد، وزي ما حضرتك قلتي حد يسليهم. نقطه ان حد يسليهم ويحافظ على صحتهم دي حاولنا نشتغل عليها برضو بان احنا نضيف انظمه ذكاء اصطناعي بسيطه بحيث انها تخليهم يعني مش طول الوقت قاعدين، حتى يحاولوا ان هم يمارسوا شويه رياضه. تمام. وفي نفس الوقت
حاجات تفاعلية بتخليهم مثلا، كان في حاجات بتخليهم يلفوا البيت ويدوروا أكنه زي ميز أو متاهة صغيرة، بتخليهم إلى حد ما يفكوا من حتة الزهق اللي حضرتك ركزت عليها دي. بالإضافة كمان إلى نظام تغذية، نظام تغذية زي مثلا إن أنا خلاص من خلال الهند، من خلال الساعة ومن خلال الهوم أنا مسجل بياناتي إن أنا مريض سكر، يبقى أنا في أكلات معينة أو عدد سعرات حرارية معينة لازم تتاكل في اليوم، أنا ده نظام التغذية اللي موجود في الموبايل عندي، ونظام الساعة هو ده اللي هيبقى مسؤول عليها، تمام؟ وده بنخلي البيئة حواليه كاملة لا بيبقى محتاج تسلية من حد خارجي يبقى عال عليه، وفي نفس الوقت بنحافظ على صحته ضد أي مخاطر تانية بيتم التوجه عليه.